هنبدأ مع بعض General Exam 1. Which of the following figure shows the chromosomes in a nucleus؟ يبقى عايز أشوف الكروموسومز اللي موجودة في النيوكليوس بتاعت produce the cell من mitotic division. طيب السيل اللي بتيجي من mitotic division بتبقى 2N، بيبقى فيه الكروموسوم موجودة في صورة بيز، واحد من الفازر واحد من الماظر. يبقى mitotic division الكروموسوم بتبقى 2N، يعني الكروموسوم موجودة في بيز 2 2 2 كده. طيب نمشي واحدة واحدة. هنا دي مش أزواج، لأ هنا مش بيرز، هنا بيرز اهي، واحد ادي التانية بتاعته، وادي واحد وادي التانية بتاعته، وادي واحد والتاني بتاعه، وادي واحد والتاني بتاعه. دي مش موجودة في صورة بيرز، وأصلا دول عددهم 7 يعني مينفعوش أصلا. يبقى الميتوتيك ديفيجن قلنا ليه هنا اخترنا دي، عشان الميتوتيك ديفيجن السيل اللي بتيجي منه النيوكليس بتاعتها بتبقى فيها 2 sets of homologous pairs، بيبقوا ايه 2 كروموسوم. What is the correct sequence of the following living organisms من اللور للهاير؟ طيب من الأقل للأكتر. طب أول واحد عندنا، إحنا عندنا 4 كائنات، نقرأ أساميهم ونقولهم مع بعض. عندنا مونكي وسكوريل سنجاب وسبايني أنتي إيتر وكانجرو. طيب مين أقل واحد؟ طبعاً السبايني أنتي إيتر. ليه؟ لأن السبايني أنتي إيتر ده من البروتوسيريا، الثدييات الأولية، قلنا هي مش بتولد لكن بتدي بيبي، يعني بتعمل إيج، والبيبي اللي بيطلع هي بترضعه، فتعتبر ثدييات أولية، يعني بدايات الثدييات. كانجرو بعدها لأنها في الميتاسيريا. كانجرو إيه؟ هي بتولد عادي بس البيبي بيكون لسه مش مكتمل، وبتحطه في باوتش في بطنها كده، الكيس اللي بيبقى قدام في الكانجرو، ولحد ما يكتمل النمو بتاعه. طيب يبقى دول أقل حاجة. بعد كده هيبقوا مين؟ الايوسيريا، الثدييات الحقيقية. طيب هل السكوريل ولا المونكي؟ طبعا السكوريل أقل من المونكي، أوردر رودينشيا أو رودينتيا اللي هي القوارض، وبعد كده المونكي أوردر برايميتس اللي هي الرئيسيات، أعلى حاجة اللي هما المونكي، يعتبر تحتنا على طول، تحت الإنسان على طول. يبقى هنختار هنا دي. يبقى ليه اخترنا دي؟ قلنا السبايني أنتي إيتر من البروتوسيريا، الكانجرو من الميتاسيريا، السكوريل والمونكي من الايوسيريا، بس طبعا السكوريل اقل من المونكي في الديفلوب. The opposite figure represent a pair of chromosomes. ليه اللو of independent assortment؟ طيب اللو بتاع الاندبندنت assortment of genetic factors اللي هو بتاع المندل سكند لو، كان بيتطبق لما بتبقى التريتس موجود او الجينز موجوده على سيبرت كروموسوم، على كروموسومات منفصله. طيب انا هنا على نفس الكروموسوم، يبقى طبعا مش هينفع يتطبق اللو of independent assortment. طيب because gene 1 dominate over B، غلط. B present in dominant form، لا. التو كروموسيت دونت سيبريت اثناء الجاميت فورميشن، A و B are on the same chromosome، هما موجودين على نفس الكروموسوم، فمش هيبقى فيه توزيع حر او توزيع مستقل. Which of the following living organisms differ from the other in the mode of nutrition؟ طب نمشي واحدة واحدة. Plasmodium parasitism، بارازايت بتتطفل على الهيومن، يبقى دي وتعمله الملاريا، يبقى دي parasitism بالتطفل. ليتش بالباراسيتيزم برضو بالتطفل. لامبري بالباراسيتيزم، قلنا بيبقى عندها زي فان الماوس كده، بتروح تلزق في الانيمال مارين انيمالز، وتروح تسحب منها الفليش اللحم بتاعها. الاوريليا ليه الوحيدة الاوريليا اللي طريقة الاكل مختلفة؟ احنا قلنا الاوريليا بتبقى عندها تنتكلز كده زي لوامس، الماوس بتاعها بيبقى متحاط بابندج وبروتروجن اسمها تنتكلز، عندها كافيتي زي جاسترو فاسكولار كافيتي. قلنا طريقتها بتروح تلاقي نفسها التنتكلز دي تروح تمسك كابشر البريز، يعني بالبريديشن الافتراس، يبقى التنتكلز بيبقى شكلها كده اهو، عندها لوامس كده تنتكلز، تسحب الفريسة تعمل كابشر للبري، لكن كل دول باراسيتيزم بيتطفلوا على كائنات يسحبوا منها الغذاء بتاعتها، لكن دي لا، بتاخد هي كابشر البري، بتمسك الفريسه تفترسها.
The opposite figure shows the genotype for fair color in mice. Y capital Y small. When crossing one مع two. طيب نعمل حلهم مع بعض. ايه نسبة اللي هيموتوا؟ طيب دي حالة dominant ليزا الجين. طب لو عملنا y capital y small مع y small y small، هناخد gametes y capital y small، هنا y small، خدنا الأولى مع الأولى y capital y small، التانية y small y small. ده يلو هايبريد بيعيش وده جراي بيعيش، يبقى مفيش حد هيموت 0%. اللي كان بيموت عندنا اللي كان بيطلع y capital y capital يلو دوميننت بيور داي. انا هنا طالع y capital y small يلو هايبريد بيعيش y small y small جراي بيعيش. if you know that the number of chromosomes في السوماتيك سيل الخلية الجسدية بتاعت الفيميل هورس والميل دونكي 64 الفيميل هورس و 62 الميل دونكي، عدد في الميول، احنا عارفين الميول بيجي من تزاوج الفيميل هورس مع الميل دونكي. طيب التزاوج ده بيجي من ايه؟ من الاوفم بتاعة الفيميل هورس مع السبيرم بتاع الميل دونكي. طيب الاوفم هنا نص العدد، نص ال 64 32. احنا عارفين ان الاوفم او الفيميل جاميت المشيج المؤنث نص عدد الخلية الجسدية عشان بيحصل ميوزس. طيب 62 بتاعت اللي عايزين السبيرم بتاعتها برضو نص العدد عشان بيحصل انقسام ميوزس. طيب هتبقى 31، نجمعهم مع بعض يبقى الميول 63. if you know that ال RH antigen interact with anti D، احنا عارفين الانتيجين لما يجي مع الانتي بتاعه المضاد بتاعه يحصل اجلوتينيشن تخثر. الفيرست بلاد جروب مع حطيناها مع الانتي ايه حصل اجلوتينيشن، يبقى عليها هي انتيجين ايه. مع البي ما حصلش حاجه يبقى مش عليها انتيجين بي. مع الانتي دي حصل اجلوتينيشن يبقى دي فصيله ايه، وهنا حصل اجلوتينيشن يبقى عندها الانتيجين بتاع الار اتش تبقى ايه، ار اتش بوزيتيف. قلنا ليه هي ايه؟ عشان عملت اجلوتينيشن مع الانتي ايه. قلنا الانتيجين مع الانتي بتاعه بيعملوا اجلوتينيشن هي A. طب وعملت مع الانتي ار اتش يبقى A ار اتش بوزيتيف، يبقى عندها الانتيجين بتاع الار اتش. In which case انهي حالة عندنا خدناها في المنهج الدوميننت كاركتر ممكن تظهر لما اعمل كروسنج لتو ريسيسيف كاركتر؟ الحالة اللي احنا خدناها الوحيدة هي الكومبلمنتري جينز، ان الاتنين اباء بيبقوا ريسيسيف يديني الجيل طالع الصفة الدوميننت. طب نحملها مع بعض. A capital A capital B small B small ده white صفة ريسيسيف مع A small A small B capital B capital ده برضو white صفة ريسيسيف متنحية. طيب A capital B small هنا الجميتس A small B capital خدناهم مع بعض، اداني A capital A small ب كابيتال ب سمول 100% الدوميننت كاركتر اللي هي البينك. يبقى دي الحاله الوحيده. قلنا ليه طلع الصفه البينك؟ لان لازم يبقى ايه كابيتال وبي كابيتال، ده بيساعد في انتاج انزيم والبي برضو في انتاج انزيم، هما الاثنين بيكملوا بعض بيطلع لي البينك كولر. يبقى ده بيتحكم في انزيم وده بيتحكم في انزيم يطلعوا لي البينك كولر. لازم عشان تظهر الصفه البينك يبقى ايه كابيتال من هنا وبي كابيتال من هنا لازم. طب هنا دي صفة ريسيسيف، انا عندي A و A، انا قلت عشان تظهر البينك لازم A كابيتال و B كابيتال الاثنين مع بعض، A كابيتال و B كابيتال هما الاثنين بيكملوا بعض. هنا A small A small B كابيتال B كابيتال ده وايت لان عنده اه 2 B كابيتال، بس انا قلت لازم عشان تظهر الصفة البينك لازم A كابيتال و B كابيتال. يبقى هنا 2 ريسيسيف صفة ريسيسيف متناحية ادتني الصفة الدوميننت اللي هي البينك كولر. The opposite figure represent two types two invertebrates لا فقريات بيشاركوا بعض في ايه؟ نمشي واحدة واحدة. البادي ستراكشر لأ، ده الاسبونجي ده الاسبونجي اهو وده السي ستوب.
يبقى تركيب الجسم مختلف. نوع الريبرودكشن هما الاتنين بيتكاثروا بنفس النوع. ليه؟ لان بيتكاثر هنا sexually by gametes و sexually by regeneration، وبرده السي ستار كده بيتكاثر sexually by gamete و asexually by regeneration، يبقى دي مشتركين فيها. مين في locomotion؟ الاسبونجي ام موبايل ما بيتحركش، والسي ستار بيتحرك بحاجة اسمها تيوب فيت او سباينس او ارمز. السكس بتاعه هنا هيرموفرودايت، يعني خنثى بتبقى واخده الميل مع الفيميل، لكن هنا يوني سيكشوال وحيد، يعني وحيده الجنس، يا ميل يا فيميل. If a pure bolt son pure bolt يعني ايه؟ بي بوزيتيف بي بوزيتيف، احنا عارفين الجين اوف بولدنس اللي هو بي بوزيتيف، بيور يبقى بي بوزيتيف بي بوزيتيف. لقيناها طلعت among the offspring، طيب يبقى هي اكيد هنا الميل او الاب وهنا الام، اكيد كل واحد منهم كان فيه بي بوزيتيف. عشان كده واخد جين من الاب وجين من الام. طيب هل الماذر بتعاني من هير فولينج؟ لا مش مقياس، ممكن تبقى بي بوزيتيف بي يبقى غلط. هل الاب عنده نورمال هير؟ مستحيل اذا كان هو عنده بي بوزيتيف، طبعا عنده بولدنس 100% لانه سواء بي بوزيتيف بي بوزيتيف او بي بوزيتيف بي هو عنده بولدنس. الماذر مش شايله البولدنس خالص؟ لا اكيد شايله، والا ما كانش هو هيبقى بي بوزيتيف بي بوزيتيف. الفازر بيعاني من البولدنس طبعا، لان معنى ان في بي بوزيتيف في الفازر ان هو بيعاني من البولدنس. احنا قلنا مجرد جين واحد بس بي بوزيتيف مع الماسكولينيتي هرمون، هرمونات الذكوره تطلع لي صفه البولدنس الصلع. The two opposite figure represent the leaves of two types of plant. ده بيمثل نوعين من النباتات. Which of the following is correct about this figure؟ هنمشي واحدة واحدة. شكل الورقة دي بتاع الانجيوسبيرمي دايكوتوليدون، يبقى بتاع الانجيوسبيرم انجيوسبيرم دايكوتوليدون، وشكل الورقة دي بتاعت البوليبوديوم اللي هي بتاعت ايه؟ كلاس فيليكيتي او فيرنس. طيب هما الاتنين سيمبل غلط، هم واحد فيه زايلم والتاني مفهوش، لأ هما الاتنين الأنجيوسبيرم والفيرنس تبع الفايلم تراكيوفايتا. يعني ايه فايلم تراكيوفايتا؟ يعني كلها عندها زايلم وفيزل، عندها زايلم بينقل الوتر والصوت، وعندها فلويم بينقل الفود اللي اتكون في الليفز. هي نباتات فاسكولار بلانت، يبقى عندها أنسجة بتنقل. هما الاتنين عندهم زايلم وفلويم، أيوه قلنا، لأن هما الاتنين من الفاسكولار بلانت، من الفايلم تراكيوفايتا، النباتات الوعائية اللي عندها زايلم وفلويم. دي الفيرنس كلاس فيرنس، ودي كلاس انجيوسبيرمي سب كلاس دايكوتيلي. واحد سيمبل والتاني كومبلكس غلط. Which of the following is considered a reason for non-classifying الدينوفلاجيليتس؟ طيب ليه مش بصنف الدينوفلاجيليتس تبع الفلاجيليتا؟ طيب احنا عارفين ان الفلاجيليتا دي تبع الفايلم بروتوزوا، وقلنا الفايلم بروتوزوا دي كانت ايه صفاتها؟ ان هي بتبقى بارازيتايز البلانت اور انيمالز كوزنج ديزيز تو ذيم. الفلاجيلاتا كان منها التريبانوسوما اللي كانت بتعمل مرض السليبنج سيكنس. قلنا مرض السليبنج سيكنس مش نسمعه ان هو مرض النوم ده حلو لا بينام، لا ده اعراضه فيفر حمى وهيف سويت وهيدك وهالوسينيشن هلوسه ويكنس وميل ان هو ينام، وممكن توصل لكوما غيبوبه او يموت. يبقى الفلاجيلاتا كان مثال ليها تريبانوسوما اللي قلنا بيعمل امراض للانسان. طيب يبقى لكن عندك الداينوفلاجيليت دي مش بتعمل امراض، دي اوتوتروفيك، عندها كلورفيل وبتصنع اكلام نفسها، مش بتطفل على حد. طيب هل مختلفين ليه عملناها؟ عشان تايب اوف ريبرودكشن؟ لا، ولا البادي ستراكشر، المود اوف نيوتريشن. قلنا دي طريقتها اوتوتروفيك، عندها كلورفيل وعندها ريد بيجمنتس، عشان كده صنفتها في كلاس تانية غير الفلاجيلات.
عملت لها فايلم بايروفايت. عدد الفلاجيلا غلط. Which of the following organism is the most advanced organism؟ أنهي واحد متقدم أكتر؟ طب نمشي واحدة. في نوعية تبع البرايوفايتا نون فاسكولار بلانت، يبقى دي نون فاسكولار بلانت. سبايروجايرا تبع الهاير الجي فايلم كلوروفايتا. بوليسيفونيا تبع الهاير الجي رودوفايتا. طبعا الهاير الجي اقل واحده في النباتات، بعديها اللي هي النون فاسكولار بلانت، بعديها الفاسكولار بلانت. فاينس الصنوبر ده في الفاسكولار بلانت في فايلم جيمنوسبيرم، يبقى اقل واحده من دول هي الفيناريا. لا هنبتدي البوليسيفونيا والسبايروجايرا عشان دول في الهاير الجي، بعديهم الفيناريا نون فاسكولار بلانت، بعد كده الباينس الصنوبر اعلى واحد لان هو فاسكولار بلانت، نباتات وعية عندها زاينم فلو في الكلاس جيمنوسبيرم. Which of the following characters the individual الافراد ليهم similar phenotype على الرغم ان هما الجينيتك بتاعهم مختلف، يعني هما نفس الشكل لكن التركيب الجيني بتاعهم مختلف. Purple color character of pea flower. ايوه ليه بقى؟ لان البيربل كولر دي ممكن تبقى ار كابيتال ار كابيتال بيور او ار كابيتال ار سمول، هتظهر الصفه البيربل لان قلنا الجين الار كابيتال دومينيت على الار سمول اللي هو الوايت، فتطلع لون بينك، ممكن يبقى بيور او هايبر. طب الجرين كولر اوف بي بلانت واي سمول واي سمول، لا الشكل بيدل على الجين، هو جرين فهو واي سمول واي سمول صفه ريسيسيف. البلو كولر كاركتر في الاندلسيان بي كابيتال دبليو كابيتال، يبقى اذا الشكل عرفني ايه التركيب الجيني بتاعي. يلو فير كولر ان مايس واي كابيتال واي سمول، لان الواي كابيتال واي كابيتال بتموت، يبقى اول ما اشوف لون الفرو اصفر يبقى هو واي كابيتال واي سمول. يبقى الوحيد اللي انا ما بعرفش تركيبه الجيني ايه هو البيربل كولر كاركتر اوف بي فلاور بلانت، لان ممكن يبقى ار كابيتال ار كابيتال او ار كابيتال ار سمول. ان ا سترين اوف اورنمنتال سبارك، لو انت عندك يلو فيزرد سبارك وريد فيزرد سبارك واورنج فيزرد، انا لقيت ثلاث الوان او ثلاث صفات، يبقى انا لاك اوف دومينانس انعدام السياده، مفيش حد بيسود على التاني فبيطلع لي صفه جديده نيو كاركتر. طيب لو انت عرفت ان الاورنج اتشيف ا هاير فاينانشال ريفينيو، عندها عائد مالي جدا لما بنبيع العصافير اللي هي الاورنج، طب ازاي تحقق العائد المادي ده من غير جينيتك اناليسيس؟ هعمل كروسنج للريد مع اليلو هيديني الاورنج. لو حبينا نعمل لها مثلا جينيتك اناليسيس، ريد هتبقى ار كابيتال ار كابيتال، يلو مثلا واي كابيتال واي كابيتال، ار كابيتال دبليو ار دبليو اورنج، يبقى كل ما اعمل كروسنج تزاوج الار كابيتال ار كابيتال مع الواي كابيتال واي كابيتال، ريد مع يلو يديني اورنج على طول. حالة لاك اوف دومينانس، عرفنا منين هي لاك اوف دومينانس؟ لقيت تلات الوان يلو ريد اورنج، اداني نيو كاركتر صفة جديدة. Show one difference between the two living organisms one and two after distincting ecosystem. بعد ما عملنا لها تشريح. طيب هنا دي الاندوسكيلتون، دي بوري فيش، دي البوري ودي الري فيش. دي الاندوسكيلتون الهيكل الداخلي بوني عظمي، هنا الاندوسكيلتون كارتليجينس غضروفي. الجلز هنا covered by operculum، هنا الجلز slit are not covered، مش متغطية. has air bladder not have air bladder.